وزعت مكتبات الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب أكثر من 5000 كتاب على مقاهي من مشاريع الشباب في الشارقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. كما يحتاج الإنسان إلى الماء والهواء، كذلك تكون الحاجة إلى كتاب يحتوي من الجمال والمعرفة الكثير. ومن هذا المنطلق تعمل إدارة المكتبات في الشارقة على أنشطة وفعاليات متميزة، آخرها مشروع مقاه وكتب. المبادرة التي جاءت لدعم مشاريع الشباب بالإمارة من جهة، وتكريس ثقافة القراءة لمرتادي المقاهي من جانب آخر. كانت فكرة المبادرة أن الكتاب يصل إلى الجميع بغض النظر عن مكان الشخص، فجاءت من منطلق فكرة أن ماذا لو كان هذا الشخص يعني لم يقم بزيارة المكتبة بشكل مسبق، أو لا يعرف كيف يصل إلى المكتبة. فعندنا مثل ما نقول ثقافة أن إحنا من دورنا في المكتبات أن نصل إلى القارئ لو كان القارئ على غير استطاعة أنه يصل إلينا. أتيت هنا مع أصدقائي وأنا سعيد جدا لهذه الهدية، سأقرأ هذا الكتاب وما أنساكم، شكرا جزيلا. مع كل كوب قهوة كتاب يهدى، الذي قد يكون في الأدب أو الفكر والفلسفة أو الفنون وغيرها، والأهم من ذلك الأثر الإيجابي الذي يتركه في السلوك الإنساني والتواصل الحضاري. مبادرة مقاهي وكتب عمل عليها كل أفرع مكتبات شارقة العامة الستة، فاستهدفنا تقريبا أكثر من 37 مقهى، وكان عدد الكتب اللي تم توزيعها خلال المبادرة أكثر عن 5000 كتاب. كان الهدف أن نحن نستهدف الأشخاص اللي إحنا نسميهم القارئ أو القارئ المحتمل، وليس القارئ القارئ، عرفتي؟ يعني كقارئ أنت متعود أنك تقرأ، بس في أشخاص يحبون أنهم يقرون بس ما يعرفون وين يبدون، أو ما يعرفون شو الشيء اللي ممكن يجذب انتباههم، أو شو الموضوع اللي يحبونه. فكنا نستهدف هذين الأشخاص بالضبط، فنحاول نختار مواضيع جدا خفيفة وممكن أن هي تجذب انتباههم. شكرا مكتبات الشارقة العامة على مبادرة مقاهي وكتب، وايد متحمسة عشان أقرأ هذا الكتاب. الكتاب لا تنتهي صلاحيته، ومبادرة مقاهي وكتب فريدة من نوعها لكونها تعزز حضور الكتاب بمختلف الأماكن والمواقع، وبذلك تروج للقراءة كعادة يومية لجميع أفراد المجتمع.